فكرتنا عند السؤال بتاع الكناين. الكناين قلنا لما بينزل انتيريور او بينزل قدام اللور كناين، لما الابر كناين ينزل قدام اللور كناين او انتيريور، اللي يبقى دي كده كلاس ايه؟ بس تو دكتور كلاس 2. ولما ينزل بوستيريور لي يبقى كلاس 3، لما ينزل عليه بالظبط يبقى كلاس 1. طيب النوع بتاع العظم اللي موجود في الابر بوستيريور، العظم اللي موجود في الابر بوستيريور او الابر البوستيريور ماتزيلا، بيبقى اسمه العظم بتاعه اسمه ايه، او ايه العظم بتاعه؟ الدي 4 دكتور. دي 4 العظم. وده مكان مش كويس ابدا للامبلانت، مكان مش كويس ابدا، او ما ينفعش نحط فيه امبلانت. ايه؟ تقول ايه؟ طيب ايه الحاجة اللي احنا نقدر نستخدمها للناس اللي هم الازماتيك ويكونوا انكسيوس، يعني عندهم قلق واضطراب ويكونوا عندهم ربو؟ ايه الحاجة اللي نستخدمها لهم مهدئات، او نستخدمها لهم للتهدئة، او نعمل لهم للتهدئة؟ ايه هي؟ من اشهر الحاجات اللي هي بتستخدم للتهدئة وتقلل التوتر او تقلل القلق والاضطراب، اللي هي البنزوديازيبان. البنزوديازيبان. طيب المريض ده اللي هو بيبقى فيه المريض الأزمة، ينفع نستخدم له النيتروس أوكسيد؟ ايوه عادي دكتور. ينفع نستخدم له برضه عادي النيتروس أوكسيد، يستخدم له عادي. أمال أمال مريض مريض اللي بيكون عنده إيه، ما ينفعش نستخدم له النيتروس أوكسيد؟ اذا كان عنده مشكلة في القلب دكتور. آه، إذا كان في مشاكل في القلب. الله ينور عليك. بيقول لك لو انت لقيت وانت شغال اندو لقيت في بالب ستون تعمل ايه؟ وانت شغال في حاله اندو لقيت في بالب ستون تعمل ايه؟ ريفيرت طبعا دكتور. اي كومبليكيشن، اي كومبليكيشن مفروض، حتى لو سنجل كنال، اي كومبليكيشن موجوده في الاندو المفروض الطبيب الجي بي ما بيشتغلهاش، يعني فراكشر فايل بقى، في ليدج حصل، في كالسيفيكيشن، اي كومبليكيشن او اي مضاعفات او اي مشاكل موجوده في الـ حتى لو سنجل كانال، المفروض طبيب الجي بي المفروض ما يشتغلهاش. طيب الكيس اللي احنا قلنا عليها، لو جالك مريض عامل طقم كامل وقال لك ان الطقم دلوقتي مش راضي يخش في فمي او مش عايز يخش في فمي، يبقى كده ايه اللي حصل له؟ يعني يقول لك كان الاول، اول ما عملته كان ممتاز، وبعد كده بعد 5 6 شهور مش راضي يخش في فمي، بقى ضيق جدا، يبقى كده ايه اللي حصل؟ باجت ديزيز دكتور باجيت اللي ديزيز. هو ايه بقى اللي احنا قلناه مهم في الباجيت ديزيز عشان المرض ده بيحكموه؟ في 4 حاجات مهمه في الباجيت ديزيز، ايه هم؟ البور ريزوربشن دكتور. لا، الباجيت ديزيز مش بيعمل بون ريزوربشن، ده بيكون عظم، معنى ان هو طقم بقى ضيق يعني بيكون عظم، مش بيعمل بون ريزوربشن. تمويل أبكير هايبر وتمويل سيمنتوزيس ابيرنس. ايه تاني؟ انكيلوزيس هايبر سيمنتوزيس، او بيحصل هايبر سيمنتوزيس للروتس. ماشي تمام. ايه تاني؟ انكيلوزيس ماشي، ما هي الهايبر ماشي تمام. في فيتامين ايه ديفيشنسي، بيبقى عنده الالكالين فوسفاتيز بيعلى، الالكالين فوسفاتيز بيعلى، وبيبقى عنده الشكل اللي احنا قلنا عليه اللاين فيس، او شكل الاسد، او الشكل اللي هو بيبقى الوجه اللي عامل زي الاسد. دي الحاجات اللي مفروضه في الباجيت ديزيز عشان مهم. طيب السليب ابنيا، اللي هي الاصوات اللي الناس بتعملها وهم نايمين، اصوات الشخير، امتى بتتحسب ان هو فعلا عنده سليب ابنيا؟ لو شخر او عمل صوت اكتر من كام مره، يبقى كده فعلا عنده السليب ابنيا. أكثر من 5 مرات. اه، لو عمل اكتر من 5 اصوات، لو عمل اكتر من 5 اصوات وهو نايم، يبقى كده فوق ال5 اصوات يبتدي يتحسب بقى فعلا عنده سليب ابنيا. لو من 5 ل 15 يبقى عنده بسيطه، لو من 15 ل 30 يبقى عنده شديده، لو من فوق 30 يبقى ده شديده جدا او قويه جدا. طب احسن اريجيشن في الاندو، احسن نوع اريجيشن في الاندو صوديوم كلورايد دكتور. الصوديوم هايبوكلورايد، هو افضل شيء الصوديوم هايبوكلورايد، لانه اكتر واحد قاتل او بيقتل او بيموت، او انتي بكتيريال، او بيموت او بيقتل بكتيريا، زائد كمان ان هو بيعمل ريموف للاورجانيك، او بيشيل الاورجانيك، او بروتيوليتيك بيقولوا عليها بروتيوليتيك.
طيب بيقول لك السايز بتاع الامبلانت لما يكون عندي الويدث 5 مللي، يعني لما يكون عندي 5 مللي هحط امبلانت قد ايه؟ انا عندي المسافه كلها قصدي 7 مللي، يبقى انا هحط الامبلانت قد ايه؟ قطر الامبلانت قد ايه؟ 4 دكسور. هو فعليا مفيش قطر 4 بالظبط، هو المفروض 4 و1، بس مجازيا خلينا نقول 4، ان احنا بنسيب 1.5 مللي من قدامه، 1.5 مللي من خلفه، 1.5 مللي من قدامه، 1.5 مللي من خلفه. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل مع الامباكتد كناين؟ اكتر كومبليكيشن ممكن تحصل مع الامباكتد كناين يعمل ريزوبشن لللاترال انسايزمنت يعني. طب ايه السيست اللي قلنا بيطلع مع الامباكتد كناين؟ ايه السيست اللي بيطلع مع الامباكتد كناين؟ ادينويد سيست دكتور هما الاثنين، وليرشن. الدنتيفيرس ممكن يطلع والادينيماتويد اودونتوجينيك تيومر ممكن يطلع. طب قلنا ليهم حاجتين تميزهم، ايه هم تميزهم من بعض؟ الادينويد دكتور غالبا يمسك ياخذ من الكراون وشوي من الروت، يمسك ايوه شوي. الله ينور عليك، ممتاز. الادينيماتويد اودونتوجينيك ده بيمسك كراون زائد جزء من الجدر، زائد بيخش جزء من الجدر، لكن في سبب تاني او في اختلاف تاني. ان الادينيماتويد اودونتوجينيك كان بيبقى فيه اللي هي سنو فلاكس، اللي هي الواح التلج، كان بيبقى فيه من جواه لما تيجي تشوفه ما بتلاقوهوش كومبليت كده، حاجه كومبليت ريديولوسيد، لا بيبقى ريديولوسيز وفي زي الواح تلج او في حاجات زي الواح تلج كده جواه، اللي هي السنو فلاكس. ده الفرق ما بينهم هما الاثنين، وبرضه الفرقين دول مهمين في الاسم. طب البير اللي بنستخدمها في الاندو وبتكون امنه، يعني لو دكتور لسه خايف ولا خايف من بريفريشن، في اندو في بير كده امنه في الاستخدام، ان احنا نستخدمها في الاندو، اسمها ايه؟ الاندو زد دكتور ليه بقى امنه؟ ليه؟ ايه الامان اللي فيها؟ يعني ايه؟ للعالم كتير دكتور. اه ما بتقطعش من تحت، مهما انت دوست عليها كده او ضغطت عليها كده عمرها ما بتقدر تقطع من تحت، او عمرها ما بتقدر تشيل من تحت. الحته اللي من تحت بتاعتها النهايه ما بتقدرش تقطع او ما بتقدرش تشيل بيها. لو بصيت كده على الحته النهايه هتلاقيها ما فيهاش حاجه تقطع او ما فيهاش جزء يقطع، اللي هي المزيد. طب الاكس راي، لو اكس راي اوف اندو وقال لك ان هو بقى سمولر، يعني ايه سمولر؟ يعني لو مثلا كان عندك الابسس مثلا، ولا كان السيست، ولا كان اي ليجن موجود وكان حجمه مثلا كده، لقيته في الصورة اللي بعديها حجمه بقى كده، ده معناه ايه؟ لسه لسه لما يصغر يبقى لسه بيهيل، لكن لما يختفي يبقى هيل. لما يصغر يبقى لسه بيهيل، لما يختفي خالص ويرجع طبيعي خالص يبقى كده هيلد، كده التئم خالص او حصل له التئام خالص. الدنس انفاجينيشن، الدنس احنا قلنا في حاجه اسمها دنس انفاجينيشن ودنس ايفاجينيشن، اللي بتيجي مع الابر لاترال هي الانفاجينيشن، اللي بتيجي مع الابر لاترال هي اللي بتيجي ان بتبقى عامله زي الفورم كده جوه الابر لاترال. طب اللي بتيجي مع اللور مولر ايفاجينيشن، اللي بتيجي مع اللور مولر بري مولر ايفاجينيشن. طب اللي كانت بتيجي مع الابر سنترال الكورن كاسب دكتور التالون كاسب، التالون كاسب مع الابر سنترال التالون كاسب، وبيجي كتير جدا في الاسئله. التالون كاسب ده بيجيبوه كتير جدا في الصور اللي بتيجي مع الابر سنترال، اللي هي التالون كاسب. الابر سنترال بيبقى فيه من ناحيه البلاتال من جوه كاسب تاني او كاسب زياده او كاسب زايد، ده اسمه التالون كاسب. يبقى الدنس انفاجينيتس في الابر لاترال، الدنس ايفاجينيتس في اللور بريمولر، الكسب الزياده اللي في الابر سنترال اللي هو التالون كاسب. امال السنه اللي هي كانت بتبقى لوكالايزد انامل هايبوبليجيا كان ليها اسم ايه هي؟ السنه ايه؟ السنه اللي كان بيحصل لها
هايبوبليجيا في سنة واحدة، لوكالايزد هايبوبليجيا في سنة واحدة، كان إيه هو؟ التروما دكتور، نتيجة التروما. الترنر توس اللي قلنا عليها، الترنر توس وقلنا عليها دي برضو مهمة بيجيبوها كتير. الترنر توس اللي هو اللوكالايزد انامل هايبوبليجيا اللي هي اسمها الترنر توس او الترنر توس، اللي بيحصل انامل هايبوبليجيا في سن واحد فقط، مش في كل الاسنان، في سن واحد فقط. يعني هنا كل الاسنان طبيعية حصل هايبوبليجيا في سن واحد بس، او سن واحد بس هو اللي اتصاب، او سن واحد بس هو اللي حصل له اصابة، دي كده اسمها الترنر توس او بيتقال عليها الترنر توس. زي هنا كل الاسنان طبيعيه وسنه واحده هي اللي حصل لها انامل هايبوبليجيا، دي اسمها الترنر توس. ركزوا في النقط الصغيره دي. التيست بتاع السيفاليس اللي هو الفينيريلا التيست اللي بنستخدمه للسيفاليس او بنكتشف بيه السيفاليس، ايه التيست التاني اللي بنشوف بيه السيفاليس او بنعمل بيه السيفاليس؟ ايه الحاجة طيب اللي كانت مشهورة في السيفاليس؟ في حاجة كده كانت مشهورة في السيفاليس؟ في حاجة تانية كده كانت مشهورة في السيفاليس، علامة مميزة كده بتحصل في البلد؟ ليه في البلد؟ كان بيعمل جاما، حاجة اسمها الجاما اللي هو بيخرب البلد أو بيعمل فورم في البلد. السيفلس ليه علامة مميزة جدا إن هو بيعمل فورم في البلد أو بيعمل زي فتحة كده في البلد وبيخرم البلد، اسمها الجاما أو بيتقال عليها الجاما، ودي في نهاية المرحلة النهائية بتاعة السيفلس، ودي مميتة، اللي بيوصل لها بيموت، أو اللي بيوصل للمرحلة دي إن حصل له ده المرحلة التيرشري بتاعة السيفلس، واللي بيوصل لها بيموت، اللي بيوصل لها بيموت. أمال الكونجينيتال كان إيه العلامات بتاعته؟ الوراثي كان إيه العلامات بتاعته؟ الوراثي كان إيه العلامات بتاعته؟ كونجينيتال سيفلس كان إيه العلامات بتاعته؟ الهاتشونز انسايزور وإيه تاني؟ الهاتشونز انسايزور والمالبري مولر، الهاتشونز انسايزور والمالبري مولر. السكيلر بيشيل السوبرا جينجيفال كالكولاس، الجينجيفال انلارجمنت لو غطى الثلاث ارباع الكراون يبقى دي ستيج 3. السكندري اوكلوزال تروما ممكن تؤدي لبولوس 30 ل 50%. ايه الفرق ما بين البرايمري اوكلوزال تروما والسكندري اوكلوزال تروما؟ البرايمري تكون هي ما فيها مشكلة، السنه ما فيهاش بيريدونتايتس، والسكندري فيها بروتايتس. بس فيها سنه فيها بيريدونتايتس. الفروقات ما بين الاسنان اللبنيه والاسنان الدايمه دي مهمه جدا ولازم بيجيبوها في الاسئله. الروتس بتاعت الاسنان اللبنيه بتبقى مفتوحه وطويله، ليه الروتس بتاعت الاسنان اللبنيه بتبقى دايفرج مفتوحه؟ ليه؟ ليه؟ ايه الفكره؟ عشان البيرن تحتها، عشان تعمل هاوسنج او تعمل بيت يقعد فيه التست بد او البرعم يعني بتاع السن اللي هيكبر بعد كده واللي هيطلع بعد كده، عشان تعمل بيت يقعد فيه البرعم بتاع السن اللي هيطلع كده. الحاجه اللي بتيجي على شكل حرف جي، يا اما جي شيب يا اما الهالو شيب، ده الفيرتيكال روت فراكشن. الكوتون وول ابيرنس ده من الحاجات اللي بتيجي مع الباجيت ديزيز. طيب بيقول لك لو في فوركيشن انفولفمنت في المجزيلري فيرست بري مولر، المفروض كده التعامل بتاعه يبقى ايه؟ بورست دكتور، بورست يبقى نعمل له ايه؟ يعني لو في في الابر فور، لو ابر فور في فوركيشن انفولفمنت، في هنا مشكله هنا، يبقى هنعمل له ايه؟ او يعني التريتمنت بتاعه هيكون ايه؟ استراكشن دكتور، استراكشن. خلاص ده مش هينفع، ده بور بروجنوزيس سيء جدا، مش هينفع. ليش بور يا دكتور؟ لان الابر فور قلنا بيبقى فيه كونكافيتي كبيره او فيه كونكافيتي هنا كبيره، فهيكون التعامل بتاعه
مش حلو، لا نتيجه الكونكافيتي اللي موجوده او الكونكافيتي اللي موجوده هنا، يعني العظم منحني قوي، زائد ان الفوركيشن بتاعت او الانحناءه بتاعت الابر فور بتبقى قريبه قوي من تحت او قريبه قوي من الاسفل، فمعنى ان هو وصل لها يعني كميه البون ريزوربشن بقت شديده جدا، فالسنه مش هتهيل، مش هيحصل لها هيلنج، مش هتبقى كويسه. طب الاكسس بتاع البري مولر بيكون ايه؟ اوفال دكتور. اوفال، احنا قلنا كل الاسنان اوفال ما عدا الابر سنترال والابر مولر بيكونوا ترانجلر، اللور مولر ترابيزويدال. كلاس 2 ديفيجن 1 بيكون فيها بروكلايند انسايزور، مين اللي بيكون زايد؟ الاوفر جيت ولا الاوفر بايت؟ الاوفر جيت دكتور. جيت. الاوفر جيت. وكلاس 2 ديفيجن 2 بيكون ريتروكلايند انسايزور، مين اللي بيكون زايد الجيت ولا البايت؟ البايت. البايت. طب بيبقى الفتحه بتاعته في البروتروجن، مين اللي بيكون فلات ومين اللي بيكون ستيب؟ اللي هو يكون فلات دكتور اللي هو كلاس 2 ديف 1. يكون كلاس 2 ديفيجن 1 يقدر يطلع فكه الامام بدون اي اعاقه او بدون ما يحصل اي اعاقه، لكن كلاس 2 ديفيجن 2 عشان ده قافل عليه الابر قافل جامد على اللور، فلازم يفك الفك اللي تحت جامد عشان يقدر يطلعه الامام، اللي هي بيقولوا عليها ايه، بيسموها ايه او بيطلقوا عليها ايه، اللي هي الستيب، لازم يعمل فتحه او ينزل لتحت عشان يقدر يطلع الفك الامام. طيب ايه نوع الهيدك اللي بيتحسن لو ادينا المريض اكسجين؟ كلاستر دكتور، اللي هو العنقودي. العنقودي ده كان بيجي فين؟ حوالين ايه او بيجي فين؟ حوالين حوالين 1 اي، حوالين 1 اي، حوالين عين واحده، حوالين 1 اي، حوالين عين واحده. طب بيقول لك لو في حد عنده 16 سنه ومفروض ان والده مش موافق ان يخلع الابر كناين، فبيقول له، فانت المفروض تقول له ايه السايد افكت او ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل للولد ده اللي ما خلعش الكناين. خدوا بالكم يا جماعه، غلطات في الكليننج والشيبنج، وفي غلطات في الاوبتوريشن، وفي غلطات في الكراون او في البوست بريباريشن، في غلطات في الكليننج والشيبنج، وفي غلطات في الاكسس، يعني مثلا غلطه في الاكسس ان احنا ما عملناش الاكسس صح او عملنا بيرفوريشن، غلطه في الكليننج والشيبنج اللي هي الليدج بقى والستريب برفوريشن والزيبنج والحاجات دي، غلطه في الاوبتوريشن ان احنا ما حشيناش كويس او عملنا فراغات او سيبنا فقاعات هواء ما بين الجاتا برشا وبعضها اللي هي الفويدز. طب لو الاباء قعدوا في العياده عندنا واحنا شغالين لاطفالهم ممكن يقدمنا لايه او ياثر علينا في ايه او يعمل لنا تاثير في ايه؟ الكوميونيكيشن دكتور. بيسموا النوع ده ليه كده اسم كده او ليه كده مصطلح معين، الاب اللي بيفضل جالس مع ابنه في العياده ليه مصطلح معين او ليه حاجه معينه كده، ايه هو؟ الاوفر بروتكتيف اللي هو بيقولوا عليه المدلع، الطفل المندلع او اللي حصل له دلع، ده بيأثر على على الدكتور ان هو ما يعرفش يشتغل كله كويس، وبيأثر على سلوك الطفل ان سلوكه بيبقى متدلع فبيفضل يعيط وما بيسمعش الكلام وهكذا. طيب احنا قلنا ازاي لتول اللي هي السكر اللي ما بيسببش تسوس بيأثر ازاي على التسوس، يعني ازاي ازاي ما بيعملش تسوس؟ يزيد كمية السلايفا دكتور وبيأثر بيقلل الستريبتوكوكس ميوتنس، بيقلل الستريبتوكوكس ميوتنس، بيقلل ليفلز او بيقلل ليفل بتاع الستريبتوكوكس ميوتنس اللي هي أساسية في إنتاج التسوس، أساسية في إنتاج التسوس. طيب السموكينج من الحاجات الريلاتيف ولا الأبسوليوت في الإمبلانت بليسمنت؟ ريلاتيف دكتور. ريلاتيف.
يعني من المحبذ، لكن مش لازم. يعني معنى ايه؟ يعني باختصار ايه؟ ان مريض بيدخن، لو انا هحط له الامبلانت هقول له من الافضل ان انت توقف تدخين، لكن هل لو ما وقفش تدخين هقول له مش هينفع احط لك زرعه؟ لا، بنحط له بس بنقول له مش هيبقى احسن شيء، او مش هيكون افضل شيء، او مش هيكون اعلى شيء. طيب لو في حد عنده 45، واحدة عندها 45 سنة وجاية بتشتكي من هايبر سنسيتيفيتي، يعني في حساسية في الأسنان بتاعتها بعد ما عملت، بعد يومين بعد ما عملت سكيلينج وروت بلاننج، عندها حساسية في أسنانها بعد ما عملت تنظيف. الحاجات اللي هي بتيجي مع السكيلينج والروت بلاننج دي بتيجي كتير جدا في الأسئلة، ركزوا فيها، اللي هي المضاعفات، لما يحصل ألسر، ولما يحصل أبسس، ولما يحصل بريدونتال أبسس، وعالج كل واحد فيهم إزاي، وهكذا. بعد ما فحصناها لقينا في لوكالايزد ألسر في البكال ميكوزا عند السنه 3-5 و3-7، والمريضه الهاجين بتاعها يعني فمها كويس ممتاز، فايه المفروض التريتمنت بتاعها؟ يعني في حط لها سيتر قرحتين طلعوا لها، في قرحتين طلعوا لها، تعمل لها توبيكال دكتور؟ اه، نحط لها دهان، نحط لها دهان على النقطتين دول على القرحه، ونطمنها ان الموضوع يعني هيروح لوحده او هيختفي لوحده او هيتعمل لوحده، نطمنها ونحط لها دهان او الدهان في المنطقه دي. البير اللي في السي شيب كمان اللي احنا قلنا عليها الالتراسونيك. طيب اف اجنور ignored the tongue when patient move his head. يعني بيقول لك لو المريض كل شوية حرك لسانه المفروض تعمل ايه؟ يعني كل شوية حرك لسانه تقريبا، او كل شوية يعمل تحريك للسانه، فالمفروض ان انت تقول له بأدب، او تقول له ما تعملش كده، او حاول تقلل حركة لسانك، او ما تعملش حركة جديدة في لسانك. طيب الليوي سبيس ايه هي؟ كانت ايه هي الليوي سبيس؟ المسافة بين البرايمري السي والدي والاي اكبر من مجموع حجم السي والدي والاي بيكون اكبر من حجم السكسسور اللي هيطلعوا فيهم، اللي هم الثري والفور والفايف، اكبر بقد ايه او اكبر بنسبه قد ايه؟ لو في الماكسيلا ب 0.9 للسايد الواحد، او 1.8. ايوه بالظبط، 1.9 للفك كله في الابر، وتحت 3.4. 3.4 ممتاز، ده للفك. لكن لو قال للكوادرنت او للسايد يبقى في الابر 9 من 10، في اللور 1.7 من 10، في اللور 1.7 من 10. وهم اصلا ربنا خلقهم ليه، او ربنا عامل الموضوع ده ليه؟ عشان الاسنان الدايمه بتبقى اكبر من الاسنان اللبنيه، فما يحصلهاش كراودنج، او ما يزنقوش في بعض، او ما يخنقوش في بعض. طيب لو حد عنده 8 سنين وجاي ومعاه حد 14 سنه، والمفروض ان هو مثلا جاي يعمل تقويم، هنعمل له ايه؟ ناخد منهم الاقرار؟ لا لا، لو امرجنسي بناخد الاقرار من اي حد، لكن لو حاجه ينفع تتاجل، قال لك عايز يركب كريستاله، عايز يعمل تنظيف جير، عايز يعمل مثلا تقويم، عايز يعمل حشوه عاديه، اي حاجه ينفع تتاجل، ما بناخدش الاقرار الطبي بحد اقل من 18 سنه، ما ينفعش الاقرار الطبي بحد اقل من 18 سنه. طيب لو في اريثرومتس جينجيفا افتر كراون سيمنتيشن، يعني بعد ما عملنا لزق للتلبيسه بقى في اللثه محمرت او حصل لها احمرار، يبقى ممكن من ايه او ايه السبب؟ الكونتور تبع الكراون دكتور. طب ممكن ايه تاني؟ ممكن نتيجة الفود انفكشن. لا، في سبب تاني بيجيبوه كتير. ايه هو؟
ان دخلنا في البيولوجيكال. أيوة. عملنا فيوليشن للبيولوجيكال ويتس، اثرنا على البيولوجيكال ويتس، دمرنا البيولوجيكال ويتس، دخلنا جوه البيولوجيكال ويتس. طيب المريض اللي بيقول عليه كارير او حامل للمرض، يبقى الحامل للمرض بيكون عنده ايه من العلامات بتاعه الماركرز بتاعه الهيباتايتس اللي قلنا عليها، اللي هي الانتيجين دكتور؟ مو الانتيجين، اللي عنده الانتيجين يعني متصاب، اللي عنده الانتي بودي او الاجسام المضاده، يا اما كان متصاب وخف، يا اما واخد التطعيم. اللي عنده الانتيجين يعني متصاب او عنده الاصابه. وقلنا لما يكون عنده الانتيجين وميونوجلوبين ام، يبقى ده كده اكيوت ولا كرونيك؟ يكون اكيوت دكتور. اكيوت. واللي عنده الانتيجين والاميونوجلوبين جي، يبقى كده اكيوت ولا كرونيك؟ لا كرونيك دكتور. ممتاز. في الوقايات الشخصيه اول حاجه بنقلعها هي ايه؟ اول حاجه بنقلعها الجلوفز. اول حاجه بنقلعها الجلوفز. طيب المسافة ما بين البابيلا أو الهايت بتاعت البابيلا ما بين التو إمبلانت بترتفع قد إيه؟ البابيلا ما بين الإمبلانت والإمبلانت، إحنا قلنا فيه ثلاث ارتفاعات، في ما بين السن والإمبلانت كان بيبقى 5 و4، ما بين السن والسن 5 و4، ما بين الإمبلانت والسن كان بيبقى 4 و3، ما بين السن الإمبلانت والإمبلانت كان بيبقى أقل حاجة كان بيبقى 3 و4، ودول مهمين جدا وبيجوا كتير جدا. الحاجه الكوستيف او المسببه للبريدونتال ديزيز او اللي بتسبب البريدونتال ديزيز، البلاك او الترسبات اللي على السن. بيقول لك which of the following is acceptable act regarding professional behavior، يعني ايه الحاجه اللي ممكن الدكتور يعملها تدل ان هو دكتور محترف او دكتور بروفيشنال، يعني محترف. ايه الحاجه اللي ممكن تتعمل تقول ان الدكتور ده بروفيشنال او محترف؟ انه لو ما عرف حاجه يسال. ان هو لو ما عرفش حاجه يسال عليها. طب كان في حاجه كده دايما كانوا بيحبوا يجيبوها في الامتحان، ان تقول ان الدكتور ده مش محترف او سلوك معين بيتعلم اللي يقول ان الدكتور ده امبروفيشنال، كان حاجه بيجيبوها كتير قوي. ايه هي؟ اللي هو كان بيجيب لك يقول لك ويلد هير او ويرد هير كات، يعني اللي قصص شعره زي الناس اللي هي بيعملوا قصات الشعر الغريبه دي وبتاع، يقول لك لو الدكتور عمل القصه دي او عمل شعره القصه دي او عمل شعره بطريقه معينه كده او لبس معين، يبقى ده كده امبروفيشنال. دي كانت من الحاجات اللي هي بتقول عليها مش ما فيهاش احترافيه او مش محترف. طيب لو في ألسر نتيجة السلك بتاع التقويم المفروض نعمل إيه؟ نقص. نقص. قلنا لو جاب لك تحط واكس ولا تقص؟ لا نقص أفضل. طيب. ماذا ما نعمل ريبير؟ إيه؟ ما نحوله للدكتور حق الأورد؟ نقص؟ لا التريتمنت دلوقتي يعني التعامل دلوقتي إن إحنا نقصه وبعد كده نبقى نعمل له ريفير او نحوله، لان دايما بيجيبوا الحاله دي بيجيبوا ان الدكتور سافر او بيجيبوها ان الدكتور في فاكيشن، دايما بيجيبوها كده، لان هو ايه اللي هيخلي المريض ده يجي لي انا كدكتور جي بي ويسيب الدكتور بتاعه بتاع التقويم؟ الدكتور بيبقى مسافر، لان دايما بيبقوا بيشتغلوا لوكم وحاجات كده بتوع التقويم، فالدكتور سافر وانا المفروض بغطي او انا المفروض قاعد مكانه. طيب التايب اوف ستيرلايزيشن في الموست كلينيك الدراي هيت ولا الاوتوكلاف؟ دراي هيت. لا الاوتوكلاف اكتر. الاوتوكلاف هو اللي اكتر من الدراي هيت كتير. الدراي هيت ده اللي عامل زي الفرن بتاع المايكروويف، بيستخدم في حاجات معينه وفي اماكن معينه، ما بيستخدمش في كل الاماكن. 90% من الاماكن اللي بيستخدم الاوتوكلاف هو اللي استخدمه اكتر، او هو اللي بيستخدم اكتر من الدراي هيت.
طيب السنه اللي بيحصل لها ريسكشن اكتر، البلاتال بتاع الابر مولر ولا الديستال بتاع اللور مولر؟ دكتور ريسكشن يعني معناته انه ينفصل الروت او ينفصل نقسم اثنين، ريسكشن نقسم اثنين اللور دكتور غالبا اللور. اما الابر كان بيبقى الريسكشن بتاعه اسمه ايه؟ كان القطع بتاع الابر بقى ليه اسم تاني اسمه ايه؟ فالقطع في الابر ليه اسم تاني اسمه ايه؟ اللي هو الامبيوتيشن دكتور؟ لا امبيوتيشن اللي هو الروت امبيوتيشن، اللي هو الروت امبيوتيشن. طيب بيقول لك لو في طفل جاي اللور ولا الابر دي؟ لا في الابر بيبقى، في الابر بيبقى الامبيوتيشن ان احنا نشيل جدر واحد من الابر ونسيب بقيه الجذور، ده الامبيوتيشن. لكن في اللور عشان السن مقسوم باثنين او ليه جدرين فبنقسم السن نصين، دي اسمها الروت ريسكشن او الهيميسكشن. لو في طفل جاي مع والدته وعنده سكريتش وبروز في الهيز هاند، يعني في خربشه موجوده في ايديه، يبقى كده ده تعرض لسوء استغلال جنسي ولا جسدي؟ يعني عنف جنسي ولا جسدي؟ جسدي دكتور. جسدي. الاكس راي اللي بتحدد البيولوجيكال ويتس ايه؟ الاشعه اللي بنشوف بيها الارتفاع او الارتفاع بتاع البون من فوق البون للبدايه بتاعه اللسع اللي هو البيولوجيكال ويتس، يعني اللي هو البايتون دكتور. البايتون. الدي بي قلنا لو هو حاله ايمرجنسي وانا لازم اعالجه دلوقتي ومش هينفع اخره ومش هينفع امشيه، لازم بعالجه في حاجه معينه، اعالجه في ايه؟ ايزوليتد روم دكتور. طب جاب سؤال قبل كده هيبقى عايز تفكير شويه، لو جاب لي ايزوليتد روم وجاب لي اخليه اخر حاله عندي في العياده، اختار انهي ادق؟ وكلهم الثنتين صح دكتور. احنا تمام متفقين، لكن ادق لو قبل كده الاثنين في اختيار، لو والاثنين صح، الاثنين صح ممكن نقول ايه؟ انا اتوقع دكتور ان نخليه اخر واحد على اساس الانفكشن. لا لا هي برضو في الايزوليت، لان ممكن اخر واحد انت ايش ضمنك، انت ايش ضمنك ان مش هيجي حد بعديه؟ لو انت مثلا خليك مع، لان احنا قلنا ما فيش حاجه في مجال طب الاسنان في الامرجنسي اسمها الدكتور يروح، ممكن لو اخر واحد في العياده ممكن، وحتى لو اخر، لو هنفرض ان هو اخر واحد في العياده ما في ممرضه هتخش وفي حد هيجي ينظف وفي حاجه، فالحل ايه او الحل ان احنا نخلص من الموضوع ده كله ايه؟ ان غرفه معزوله ليه هو فقط، عشان جاب السؤال ده وكان هما الاثنين صح، بس دي الاصح الايزوليشن الأصح أو الأدق أو الصحيحة أكتر، عشان جاب في مرة الاثنين في نفس السؤال. طيب لو ما جاء إمرجنسي جاء العادي؟ لا المفروض ما بنعالجوش، لو هو أكتف المفروض، لو مش هعرف أعمل الحاجات دي يلبس بقى لأن 95 يا إما ما عالجوش أصلا، يعني لو هو أكتف، لو هو المريض أكتف وفي ويعني بيطلع، عندي اي حل من الثلاث حلول، يا ايزوليشن يا اخر واحد يا اما ال ان 95، لازم حاجه من الثلاثه يعني. لو في دايابيتك بيشنت واحنا بنعمل روت كانال تريتمنت والدكتور اداله ايبوبروفين اللي هو البروفين يعني، ويقول لك المريض قال للدنتست ان هو ما بيحسش، مش حاسس ان هو كويس، يبقى ايه اللي حصل له؟ وقت التريتمنت دكتور؟ لا غالبا هو خد ايبوبروفين يعني بعد ما روح كلمك بقى في البيت ولا حاجه وقال لك انا مش كويس. حصل له انخفاض في مستوى السكر، حصل له هايبوجلايسيميا، الايبوبروفين اتفاعل مع الادويه بتاعته وحصل له انخفاض، او ممكن من العنف او من الصعوبه بتاعت المعالجه حصل حرق للسكر كتير او حصل حرق للسكر كتير فحصل له انخفاض في معدل السكر. طب الفوكس بلين بنستخدمها في ايه؟ ايه هي الفوكس بلين اصلا؟ في البروسيس
اللي بنحط بيها ايه او بنعمل بيها ايه وبنستخدمها في ايه؟ في السيتنج حقت الاسنان، في الابر انتيريور اللي احنا بقولنا عليها حته حديد كده، او حته حديد كده، جزء حديد كده بيبقى حاطه المريض على الـ على الـ على الاسنان بتاعته عشان يرص عليه، او يرص عليه الاسنان الانتيريور، الابر انتيريور، اللي هو كان بيبقى موازي لايه او بيعمل موازاه لايه؟ انتر بابيلاري ده. الانتر بابيلاري لاين، الانتر بابيلاري لاين. طيب الووكينج بليتش اللي هو كان التبييض اللي بيروح فيه ويجي المريض، كان ايه الماده اللي بنستخدمها؟ صوديوم بربوريت اكتر. طب كانت في ايه الماده بقى في الهوم بليتشنج؟ الكربامين دكتور، كربامايد بيروكسيد، كانت بتبقى نسبتها قد ايه؟ 20 دكتور إلى 30. كانت بتبقى نسبتها 10%، كانت بتبقى نسبتها 10%، كانت بتبقى نسبتها 10% إلى 30% الهيدروجين بيروكسيد اللي هي 1 ل 3. طب الكومباوند اودونتوم بنعمل لها ايه؟ ايه الفرق ما بين الكومباوند اودونتوم والكومبلكس اودونتوم؟ ايه الفرق اللي المكان بينهم؟ دكتور، لا مكانها ولا انها تكون تتشابه مع الاسنان دكتور؟ ايوه الكومباوند اودونتوم الكيس فيه حاجات شبه الاسنان بالظبط، الكومبلكس اودونتوم الكيس فيه كتله وخلاص بيضه مش شبه الاسنان. لما تلاقي حاجة كيس كده في حاجات أكن لما تيجي تبص لها كده أكن حاجات فيها إنامل ودنتين، أكن الكيس ده في حاجات شبه الأسنان شوية، شبيهة بالأسنان شوية، أو الكيس ده في حاجات شبه الأسنان شوية، يبقى ده كده إيه؟ ده كده كومباوند أودونتوم. أمال الكومبلكس أودونتوم هو إيه بقى؟ ما يكون نفس الأسنان دكتور، هي بتبقى حاجة بيضة كده، الحاجة بيضة وخلاص، يعني كيس فيه حاجة بيضة وخلاص مش شبه الأسنان أو مش شبيهة بالأسنان. يعني مثلا هنا كده، ده كده كومبلكس اودونتوم، هو كيس أبيض وخلاص كله كتلة بيضة ولا في حاجة شبه الأسنان ولا أي حاجة، فالكيس كله حاجة بيضة كده مش شبيهة بالأسنان يبقى ده كومبلكس اودونتوم. طب التريتمنت بقى بتاعه بنعمل له ايه؟ سواء ده او ده، سواء ده او ده بنعمل له ايه؟ نشيله بنشيله كله على بعضه، بنعمل له اكسجن او بنشيله كله على بعضه او بيتشال كله على بعضه. طيب فيرست جاتا برشا جو تو فول لينث اوف بريبيرد كانال، الاول جاتا برشا بتوصل للفول لينث بتاع البريبيرد كانال اسمها ايه؟ ماستر كوندكت، الماستر كون. طب اول فايل بيوصل للفول لينس بتاع اول فايل بيوصل للفول لينس بتاع البريبيرد كانال اسمه ايه؟ انيشال فايل، انيشال فايل، انيشال فايل. طب اخر فايل بيوصل للوركينج لينس بتاع البريبيرد كانال اسمه ايه؟ ماستر فايل، ماستر فايل. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، الاول جاتا برشا توصل لكل اللينس دي كده الماستر كون، لكن اخر فايل يوصل للوركينج لينس هو الماستر ايبيكال فايل. طيب السي دي 4 لو هو اقل من 350، احنا قلنا في حاجه لو اقل من 500 بيكون حاجه، لو اقل من 350 بيكون حاجه، لو اقل من 200 بيكون حاجه. لو اقل من 500 الاول يبقى كده المريض عنده ايه او ايه المشكله؟ اتش اي في. اقل من 350 يكون معرض للانفكشن دكتور، يبقى كده معرض للاوبورتيونستيك انفكشن. طب اقل من 200 ايدز، ايدز، يبقى كده. طب ايه الفرق ما بين الامبلانت والسنه؟ ايه الحاجه الفرق ما بين الامبلانت والسنه؟ البريدنتال ليجامنت دكتور،
ممكن ايه فروقات تاني؟ ما عندوش بريبيو سيبريتيف فايبرز، ما عندوش الالياف اللي بتتحمل الضغط او بتقدر تحس بالضغط. عشان كده قلنا لازم في الامبلانت لازم نتاكد من الاكلوجن 100%، لان ممكن المريض يفضل يجز على الزرعه لغايه ما يدشدشها خالص وهو مش حاسس ان هو بيدوس على حاجه عاليه او بيخبط على حاجه عاليه. طيب بيقول لك ازاي نقدر نحدد الفوفيا بلاتيناي لو البوسيرو بلاتال سيل، فلو الفوفيا بلاتيناي ابسنت مش موجوده. نقول للبيشنت دكتور، او اللي هو بيبقى زي النوز بلون كده اللي هو بينفخ بيه او بيعمل نفخ بيه، اللي هي اسمها الفالزيفلا، اللي هي اسمها مانوفر، اللي هي اسمها الفالزيفلا مانوفر، ان هو يقوم حاطط ايده على انفه كده وينفخ. هشوف الحته بتتهز او بيحصل لها اهتزاز. اسمها ايش دكتور؟ فالزيفلا مانوفر، اسمها فالزيفلا مانوفر، اللي هي طريقه كده بيقوم عاملين زي ايديهم كده على انفهم وينفخوا، اسمها فالزيفلا مانوفر. بيحط كده ايده وينفخ او يعمل زي نفخه او يعمل زي نفخ. الطريقه دي اسمها الفالزيفلا مانوفر او بيطول عليها الفالزيفلا مانوفر. طيب الريبيزنج بنعملها من انهي نوع من انواع الاكريل؟ الهيت كيور. الهيت كيور. طب والريلايننج اللي هو سيلف كيور دكتور؟ ممكن تتعمل من الاثنين، ممكن تتعمل من الهيت كيور وممكن تتعمل بالسيلف كيور، ممكن تتعمل من الهيت كيور وممكن تتعمل بالسيلف كيور. طيب بيقول لك لو انت عملت عايز تعمل كومبليت تريتمنت وذ مي اف اي ريتيرن ذا بيشنت باك تو هيز دنتست. يعني بيقول لك لو انت حولت مثلا انت بتشتغل لمريض حاجه معينه في الاندو وحولت وقفت معاك جزء في الاندو فحولته لدكتور تاني اخصائي اندو، المريض حب يكمل مع الدكتور التاني ده كل التريتمنت غير الاندو، قام الدكتور قال له انا عملت لك الجزء اللي متحول لي بس وبقيه الحاجات ترجع لدكتورك الاصلي اعملها او كملها، يبقى كده ده التعامل ده ايه او يطلق عليه ايه او يطلق عليه اخلاقي؟ طبعا انا ما كملتش او ما كملت الشغل، ما كانش مبعوت لي او ما كانش متحول. طيب الكومبوننت الرئيسيه بتاعت الانامل بتكون ايه؟ ان اورجانيك دكتور. ان اورجانيك بتبقى نسبته كام؟ 96 او 98. 95 ل 98% اللي احنا قلنا عليها البرايمري ماتوريشن والسكندري ماتوريشن، وبتبقى بتكون من الصوره الرئيسيه الان اورجانيك كريستالات ايه او الكريستالات اسمها ايه بتاعته؟ كريستالات اسمها ايه في الان اورجانيك؟ الهيدروكسي ابوتايت، كريستالات الهيدروكسي ابوتايت. طب كانت نسبه الان اورجانيك في الدنتين كم؟ عاليه دكتور. لا الان اورجانيك قليله دكتور، الاورجانيك العاليه. لا الان اورجانيك في الدنتين كم؟ سبعين لخمسة وسبعين في المية. طيب بيقول لك لو في نيرس بترتدي رينج يعني لابسه حلي يعني تحت الجلوفز، ممكن نقول لها ايه او نقول لها لازم تقلع الحلي اللي في ايديها دي ليه؟ لما بتعمل تير الجلوفز دكتور ممكن تقطع الجلوفز وتدخل دم، ممكن تقطع الجلوفز وتدخل دم. طيب لو مريض عنده صعوبه في البريسنج وعنده سويلنج في اللور ليمب، يبقى ده كده دليل على ايه؟ كونجنتال هارت فيلير دكتور. كونجستيف هارت فيلير، ليه علامه مميزه بقى كونجستيف هارت فيلير اسمها ايه؟ ليه علامه مميزه جدا؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها البيتنج إديما، اسمها البيتنج إديما، ايه بقى البيتنج إديما دي؟ يعني عبارة عن ايه البيتنج ديما او ايه هي؟
الجلد دكتور لما بنيجي ندوس على الإديمة بتقوم سايبة علامة، دي علامة مميزة جدا وحاجة مميزة جدا وبتبقى مميزة جدا في الناس اللي هم بيجوا لهم الكونجستيف هارت فيل. لما تيجي تدوس عليها كده او تيجي تعمل لها دوسة او تضغط عليها بتسيب علامة او بتسيب اثر او بتعمل اثر اللي هي اسمها البيتنج إديمة او بيتقال عليها البيتنج إديمة. لاست ثينج تو تشيك انترا ان، اخر حاجه تحددها او تعمل لها بروفا او تختبرها وانت في البروفا، اخر حاجه بس نختبر الاستاتيك والفوناتكس. الاستاتيك والفوناتكس، طب التروما فروم اوكلوجن ممكن نختبرها بايه او نعمل لها اختبار بايه؟ اللي هو الفريبتاس تيست، احنا نخلي المريض يجز ونشوف الاسنان هتتحرك ولا لا، نخلي المريض يجز على اسنانه ونشوف الاسنان هتتحرك ولا لا. طيب لو في مريض عنده انفلونزا، ايه البركوشن اللي انا المفروض اخدها وانا بعالجه؟ ايه البركوشن اللي انا المفروض اخدها وانا بعالجه؟ isolated للروم هو برضه لانه ما ده يكون ده في كوفيد. الغالب هيتنقل برضه بنفس طريقة العدوى، فنعمله برضه نفس الشغل بتاع التي بي او نفس الحاجة بتاعت التي بي، نعمله في isolation او نعمله في حاجة isolated. طيب لو في بيشنت عنده بوزيتيف اتش بي في، يعني عنده اصابه بالهيباتيتس بي والنيرس خدت كل الدوز بتاعت الفاكسينيشن واتجرحت بابره من المريض، فالمفروض نعمل ايه بقى؟ فولو اب دكتور. لا ما نعملش فولو اب، الافضل ان احنا نعمل تحليل عشان نشوفها هي واخده فعلا، هي بتقول ان هي واخده، نشوف الكميه بتاعتها مناسبه اللي احنا التحليل اللي احنا قلنا عليه المفروض يطلع من 9 ل 12 الاقل شيء، والاحسن والافضل ان هو يطلع من 12 فيما فوق، نشوفه متطعمه الجرعات بتاعتها كامله او كميه الانتي بودي او كميه الاجسام المضاده اللي في جسمها ملائمه ولا لا. طيب الهيربس زوستر في البلد، الهيربس زوستر ده بيعمل مرض ايه او ايه المرض اللي بيعمله الهيربس زوستر؟ الهيربس زوستر بيعمل ايه او ايه المرض اللي بيعمله او ايه الحاجة اللي بيعملها؟ ايه المرض اللي كان بيعمله الهيربس زوستر؟ ايه هو المرض؟ عنده علاقة بالتشيكن بوتس الكازس تشيكن اللي هو بوكس. كان ايوه كان بيعمل التشيكن بوكس للعيال الصغيره، وبيعمل الكبار بيعمل ايه؟ بيعمل اللي هو الحزام الناري اللي هو الشيجلز او الحزام الناري. طيب بيقول لك في مريض عنده ضغط وعنده سكر وعامل زراعه اعضاء وعنده جينجيفال انلارجمنت، ايه اللي ممكن نختاره؟ من ناحية علاج دكتور يعني ايه النيفيديبين دكتور السبب اللي خلاه لسه تنتفخ او يحصل لها انلارجمنت؟ النيفيديبين دكتور لا الاميونو سبريشن، الاميونو سبريشن اكتر، لان قال طالما قال عامل زراعه اعضاء او عامل زراعه اعضاء يبقى واخد ادويه مثبطه للمناعه او ادويه بتثبط المناعه اللي هو التيكروكلومز، ده من الادويه الاميونو سبريشن او من الادويه اللي زي السايكلوسبورين او من الادويه اللي بتثبط المناعه وبيعمل تثبيت للمناعه، ده اكتر لان هو قايل هنا ان هو عامل زراعه اعضاء او عامل زراعه اعضاء، فاكتر حاجه هتبقى الدواء اللي خدها عشان زراعه الاعضاء اللي هو التيكروكلومز. ايش الدواء دكتور؟ ايه ايش الدواء؟ معلش
تكروكلومز ده اميونو سبريشن، ده زي العيله اللي احنا قلنا عليها الاميونو سبريشن اللي هي زي كانت عيله السايكلوسبورين والحاجات دي. بيقول لك لو في الروتس مش مكتمله وفي لارج بالب ومفيش تسوس وفي فيسيولا يبقى كده ممكن يكون ايه السبب؟ تروما دكتور؟ ممكن يبقى تروما، ممكن يبقى تروما، لان نكروزز لازم يكون في سبب في البلب او في حاجه حصلت في البلب. انترنال ريزوربشن مش هيعمل فيسيولا، مش هيسبب فيسيولا، مش هيسبب فيسيولا، ممكن يكون في تروما. الاسنان اللي بنحط عليها الاندايركت ريتينر، انهي اسنان اللي بنحط عليها اندايركت ريتينر؟ الكناين دكتور. في الغالب الكناين لو مش هينفع اللي هو بنحط اللي هو السنترال، لو مش هينفع بنحط لو لأي سبب مش هنحط على الكناين بنحط على السنترال، لكن اللاترال مفروض ان هو كونترا انديكيتد، مفروض ان هو كونترا انديكيتد. بيقول لك لو في مريض عنده ألم في الأوريكو تيمبرال، يعني ألم في المنطقة بتاعت الأذن ومفيش كليكنج وفي ديفيشن للفك وفي الاختيارات كانت مفيش ديفيشن ومفيش طب دي نقول عليها ايه؟ بيقول لك في الم في الاوريكو تمبرال ومفيش ديفيشن ولا في كليكنج، يبقى كده ايه؟ ممكن الاولى اللي هو المايوفيشال بين ديسفانكشن سيندروم اللي احنا قلنا عليه، ليه حاجه مميزه او ليه حاجه كده مميزه ليه؟ طنين الاذن دكتور، اللي هو التنتس اللي هو الطنين بتاع الاذن او الصوت اللي بتعمله الاذن فيها طنين. طب البير اللي بنستخدمها في الانسايزور سنترال انسايزور اكسس عشان نفتح الاكسس في السنترال انسايزور بيعمل بير ايه؟ الراوند دكتور. الراوند بتبقى انهي واحده؟ سمول ميديوم لارج. سمول دي نبغى اكسس كافيتي بس بعدين نوسع بالميديوم. السمول ممكن تتحرق بسرعه فبنستخدم الميديوم، بنستخدم الميديوم مش ولا اللارج ولا السمول، بنستخدم الميديوم او الحجم المتوسط. الكفر سكرو في الامبلانت دي اللي احنا قلنا بنحطها بعد الفيرست او بعد الجلسه الاولى. الاوتوكلاف ممكن يسبب صدأ في الادوات او يعمل صدأ للادوات. السبورز بتتغير اسبوعيا. ال 121 كان بيبقى على ضغط كم؟ كميه الضغط اللي فيه او بياخد ضغط كام؟ 15 بسكان. امال ال 131 كان بياخد ضغط كم؟ كان 30 دكتور. كان بياخد ضغط كم؟ 30 تقريبا. 30 كان بياخد ضغط 30. طيب المريض اللي عنده ألم مفروض اديله مسكن ايه او اديله مسكن ايه او ايه المسكن اللي اديهوله؟ اللي هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. اللي بيشيل السمير لاير او بيعمل كيليشن او بيشيل ان اورجانيك او بيشيل او بيعمل بيفتح الكالسيفايد كانال، اي حاجه من الحاجات دي. الايديتا، الايديتا كان التركيز بتاعها كم؟ كان 17%. الايديتا كان التركيز بتاعها كان 17%. طب السمنه الاحسن سن عشان نحط فيها السنجلم ريست او نعمل فيها السنجلم ريست، المفروض الابر كناين مش اللور كناين، المفروض الابر كناين مش اللور كناين. طب بيقول لك ايه الريت بتاع الموفمنت بتاع الاورثو فور بيشنت تيكينج بايفوسفينيت، يعني المريض اللي بياخد بايفوسفينيت المفروض الحركه تكون اسرع من الطبيعي ولا ابطا من الطبيعي؟ ابطا من طبيعي دكتور. الاناستيزيا اللي بنتجنبها في البريجنانسي او ما بندهاش للبريجنانسي ايه هي؟ اللي هو البري لوكين دكتور.
كله تقريبا ما عدا الليدوكاين، كله تقريبا ما بنتجنبهوش ما عدا الليدوكاين. طب ايه بقى الفازوكونستريكتور اللي كنا بنتجنبه في البريجنانسي؟ فازوكونستريكتور مش اناستيزيا. ابينفرين؟ لا الابينفرين عادي ما فيش مشكله. الفيليبريسين، الفيليبريسين ليه بقى، ليه الفيليبريسين بنتجنبه في بتاع؟ لانه بيعمل انقباض في عضلات الرحم، فممكن يسبب لها اجهاض، بيعمل انقباض في العضلات بتاعه الرحم او بيخلي العضلات بتاعه الرحم تنقبض فممكن يعمل اجهاض. طب ايه الحاجه اللي احنا بنعمل بيها لوكيشن للبوسيريور بالاتال سيل على الكاست، على الجبس؟ بنحفر على الكاست او على الجبس بايه؟ بالكنجسلي سكرابر. طب الطريقه دي ادق ولا الطريقه اللي في فم المريض ادق؟ اللي في فم المريض ادق دكتور. فم المريض هي اللي ادق. طب ايه اشهر كومبليكيشن بتحصل مع الزركونيا؟ تشيلدنجينكسر دكتور. اول ان هي بتنكسر، هي بتنكسر، بتتكسر او بيحصل لها كسر. الطريقة اللي احنا بنحط فيها ثلاثة جروفز على الكاست عشان نحدد المكان بتاعه او نثبت المكان بتاعه واحنا بنعمل له ريماونتنج او في السيرفينج او في عملية السيرفينج، الطريقة دي كان اسمها ايه؟ الكاستنج الترايبوندنج دكتور. الترايبودنج اللي هي اسمها الترايبودنج، ان احنا بنعمل فيه ثلاث علامات او بنحط فيه ثلاث علامات او بنعمل فيه ثلاث علامات عشان يبقى المكان بتاعه ثابت ومهما اتغير اقدر ارجعه لمكانه الطبيعي تاني او المكان بتاعه الطبيعي تاني. بيقوم عامل زي ثلاث نقط كده وبيحط ثلاث نقط فيه عشان مهما المكان بتاعه اتغير يفضل الثلاث نقط دول ثابتين او الثلاث حاجات اللي عملهم دول ثابتين، اللي هم نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. طيب الهارت، ايه هي الهارت دي؟ ايه هي الهارت سيرابي دي؟ ايه هي الهارت سيرابي دي؟ صار لي ايش دكتور الهارت؟ ما بس اللي احنا قلنا عليها امبارح بتاع الايدز اللي هي اسمها هاي انتي ريترايفل دراجز او تريتمنت، هاي انتي ريترايفل دراج او تريتمنت اللي هي علاج مكثف للانتي فايرال او علاج مكثف لادويه مضاده الفيروسات او الادويه المضاده للفيروسات، علاج بطريقه مكثفه للادويه مضاده الفيروسات، علاج مكثف وبقوه للادويه مضاده الفيروسات او الادويه اللي ضد الفيروسات. ممكن ايه من الكومبليكيشن بتاعتها او ايه الحاجات اللي هي كومبليكيشن او ممكن تبقى تؤدي المضاعفات بتاعتها؟ زيروستوميا دكتور. ممكن تؤدي لجفاف في الفم او تعمل جفاف في الفم. دي الطريقه اللي بيعالجوا بيها او الطريقه اللي بيعملوا بيها. احنا قلنا ال فيروس الفيروس بتاع الايدز ملوش فاكسين مباشر او ملوش فاكسين بالصوره مباشره، بس هم بيدوا له كده خليطه او خليط من الادويه الفيروسيه عشان يقللوا حاجه اسمها اللود او يعملوا حاجه اسمها يخلي اللود يقل او يخلي اللود بتاعه يقل، فلما اللود بتاعه يقل يبقى قدرته على انتقال العدوى او ان هو يعمل العدوى تكون قليله، من ضمنها ان هو بيعمل زيرو سوميا او بيعمل جفاف في الفم. طب الار سي بريب احنا قلنا فيه اثنين، في اتنين تعديلين معمولين في الايديتا، في ار سي بريب وفي ايديتا سي. الار سي بريب ده عباره عن ايه؟ اللي هو الايديتا واليوريا دكتور. الايديتا واليوريا ده كنا بنعمله ليه او ايه الوظيفه بتاعته او ليه بنعمله؟ اللي هو تبع الاريجيشن دكتور. ده عشان يعمل يزود الاريجيشن او يخليها تعمل اريجيشن. طب التاني بقى كان في واحد تاني ايديتا سي، كان ايه بقى او بيعمل بيه ايه؟ كان يستخدم كانتي بايوتيك، نفس الانتي بايوتيك دكتور صح؟
عشان يبقى انتي بكتيريال او مضاد حيوي او يقتل بكتيريا، كان عباره عن ايديتا زائد سيتافلون اللي هو الامونيوم كورشري كومباوند اللي هي مركبات الامونيوم اللي هي المركبات القاتله او مركبات المضاد الحيوي. طيب بيقول لك هاو تو بريفنت تيشو تروما فروم لينجوال بار، يعني ازاي تخلي اللينجوال بار ما يضغطش على الانسجه او ما يقطعش في الانسجه او ما يضربش في الانسجه. يقول يحط واكس دكتور، يعني باختصار نعمل ريليف، نسيب ما نخليهوش يعني سانك كده، نعمل له ريليف على الانسجه او نعمل له زي ارتفاع شويه كده من الانسجه، ما يبقاش قاعد دايس او قاعد دايس بصوره كبيره، اللي هو نعمل له ريليف او نخليه ريليف. طيب البروميننت اي، الناس اللي هم عندهم عينيهم طالعه لبره، قلنا ده المرض ده اسمه ايه؟ الجراف سيندروم دكتور. او ايه تاني؟ او ايه تاني؟ إيه حاجه ثانيه؟ في الكريزي سيندروم دكتور اي ثينك. جرافز او جويتر، جحوز، هو من اسمه جويتر، جحوز. طالع عينيه خارجه بره او عينيه طالعه بره او عينيه زايده لبره، جويتر او جحوز او جرافز او او. وده كان بيجي من ايه او ايه السبب بتاعه؟ كان ايه السبب او ايه الفكره يعني، كان ايه السبب بتاعه؟ ايه السبب بتاعه؟ الهايبر ثايرويديزم فيها يا جماعه، الهايبر ثايرويديزم. طيب لو حد 3 سنين وبلع معجون اسنان وفيه فلورايد، يعني هنعمل ايه؟ ملك دكتور. نديله ملك. طيب الميلر كلاسيفيكيشن، الميلر كان فيه 2 ميلر، في ميلر بتاعت الريسيشن وفي ميلر بتاعت الموبيليتي، في 2 ميلر، في ميلر بتاعت الموبيليتي وفي ميلر بتاعت الريسيشن. طيب لو في مريض عنده اميونوجلوبين ام، يبقى ده كده مريض ايه او ايه الحاجه اللي عنده او ايه اللي عنده؟ اكتف دكتور. ده كده اكيوت، يبقى ده كده اكيوت. لكن لو عنده الاميونوجلوبين جي يبقى ده كده كرونيك كارير. طيب دكتور متى نقول انه كارير دكتور، انه شفى من البيئه، يكون عنده الانتي بايوتيك او اللي هو الانتي جين وبرضه الامينوجلوبين جي دكتور؟ لو هو كارير يبقى عنده اي واحد فيهم، عنده الاميونوجلوبين يا اما جي يا اما كارير، يعني حامل، حامل للمرض، ان هو حامل للمرض، عنده الاميونو، عنده الانتيجين وعنده اي نوع من الاميونوجلوبين فيهم عادي، ده او ده. طب بيقول لك وات شود ذا دنتست فيرست تشيك ديليفري اوف زيركونيا، يعني ايه اول حاجه بنعمل لها تشيك في الدليفري بتاع الزيركونيا؟ الكونتاكت. لا البروكس، بنشوفه بينزل ولا لا او نازل ولا لا او بيعمل نزول ولا لا. الويلكز بتاعت التي ام جي، ايه هي الويلكز بتاعت التي ام جي كلاسيفيكيشن، كلاسيفيكيشن دي او كلاسيفيكيشن؟ dislocation with reduction or without reduction. لا مش كده، اللي احنا قلنا عليها الايرلي اللي كان ولا بيبقى فيها الم ولا بيبقى فيها كالسيفيكيشن ولا كان بيبقى فيها اي حاجه، بعد كده السكند اللي كان بيبقى فيه الم وفي تندرنس للمفصل بتاع الفك، بعد كده الليت انترميديت اللي كان بيبقى فيه الم كرونيك لكن ما فيش بيرفوريشن، وقلنا الاخيره خالص اللي هي اخر واحده خالص اللي هي الليت الليت ستيج اللي هي كان بيحصل بيرفوريشن للديسك او الديسك بيحصل له بيرفوريشن، وقلنا عليها دي مهمه وبتيجي في الاسئله كتير جدا. طب في لونج كيس بيشنت ويز فينيرال ديزيز بوزيتيف
What is drug of choice? اه الفينيرال ديزيز يعني قصده امراض جنسيه، يعني بتتنقل بامراض جنسيه. اشهر اشهر مرض جنسي عندنا وبتنقل بالعلاقات الجنسيه اللي هو السيفلس، اللي هو الزهري. الزهري ده مرض بكتيري ولا فيروسي؟ بكتيري ولا بكتيري؟ لا بكتيريا. فيرال ازاي؟ لا الايدز هو اللي فيرال، لكن الميوكو حتى اسمها السيفاليس اللي هي التريبينوما باليديوم. دي التريبينوما باليديوم، دي التريبينوما باليديوم دي نوع من انواع البكتيريا، ملوش دعوه بالفيروسات. فهنعالجه بايه او هنعمل له علاج بايه؟ الحاجات البكتيريه بنعالجها بايه، او العلاج بتاعها بيكون ايه؟ بايوتك مضاد حيوي، فعشان كده بيكون مضاد حيوي. فالفينيرال ديزيز، الفينيرال ديزيز اللي عندنا بس عشان تبقوا عارفين، اللي هي الجونوريا اللي هي السيلان، والسيفاليس اللي هو الزهري، ودول المرضين المشهورين، الامراض الجنسيه او اللي بتتنقل عن طريق العلاقات الجنسيه. طيب بيقول لك لو في ريموفال بارشال دينشر والريتنتيف ارم از بروكن، ايه السمبلست مانجمنت؟ ان احنا نحط روت واير ونعمل له سولدرنج. طب البيوبسي اللي بناخدها في الفيزيكو بولس ليجن، فيزيكو بولس ليجن اللي هي الحاجات اللي منفوخه، بناخد بيوبسي ايه؟ اسبيريشن. اسبيريشن، بنشد منها او بنشيل منها او بنعمل منها، بناخده اسبيريشن. طب التوث بيست، حجم المعجون بتاع الاسنان في طفل 3 سنين بيكون حجم المعجون بتاع الاسنان، او بنحط قد ايه على فرشه الاسنان؟ ثلث دكتور، ثلث ال بنحط لغايه 3 سنين بنحط زي المسحه كده بيسموها سمير لاير، بعد ال3 سنين بتحط زي حبايه البسله او الحبايه بتاعه البسله اللي هي البي سايز. طب ايه هي الكوريكت ميثود فور شيد سيلكشن؟ ايه احسن طريقه لاختيار اللون، او نختار اللون او نختار الشيد؟ before the preparation عشان الاكزوستد اي، before الانستيزيا، وبيفور الرابر دام، ما قبل الانستيزيا، قبل الرابر دام، قبل ال... قبل والمفروض ان احنا ناخده في الدي لايت ونصلحه تحت الضوء الابيض، ناخده في الشمس ونعمل له تاكيد، او نعمل له ناكده تحت الضوء الابيض او الضوء بتاع العياده، يعني نختاره في ضوء الشمس او الدي لايت وناكده في الفلوريسنت او ضوء العياده. البيولوجيكال ويتس بنشوفه بايه؟ قلنا بالفيرتيكال بايت وينج. لو في مريض جاي وعنده مالتيبل ريستوريشن، عنده حشوات كتير، وانت حطيت الرابر دام ديورنج بروسيدور هي فيلت ويزنج، يعني زي تزييق، ويزنج يعني صوت تزييق كده، وديفيكالت في البريسنج، فمفروض ان هو كده عنده ايه او ايه المشكله؟ ازمه. ازمه الرجي، هي المفروض ان هي ممكن تكون الرجي، بس هو كده دلوقتي او في الحاله دي اللي بيعمل الصوت ده او صوت التزييق ده خاص جدا بموضوع الربو، الصوت ان الصدر يزيق كده او يعمل زي صوت التزييق ده خاص بالموضوع بتاع الربو، ازمه الربو. طب بيقول لك patient with severe trismus infection في اللور مولر، يبقى ال space infected، قلنا لو حصل infection واحنا بندي ال inferior alveolar يبقى ال infection هيروح لايه، او يروح لانهي مكان؟ التربو مانديبولار. ال restoration بتاعت الروت كيرز، او اللي بنعالج بيها الروت كيرز، اللي هي ريزن موديفايد كلاس انومر، لما يكون عندنا المسافه قليله في الانتر اوكلوزال سبيس نستخدم ميتال ولا اكريل في الدنشر بيس؟ ميتال دكتور، ميتال اكريل. لا الاكريل قلنا بتاخد مسافه كبيره او مسافه عاليه او مسافه شديده، فلما يكون عندي المسافه قليله بستخدم الميتال، المعدن القليله. الريزونانس فريكوانسي اناليسيس اللي هي الار اف اي، الريزونانس فريكوانسي اناليسيس دي مهمتها ايه، او وظيفتها ايه، او بنعمل بيها ايه؟ تعمل لي ستابيليتي للامبلانت دكتور. لا هي مش بتعمل ستابيليتي، هي بتشوف كميه الاوسيو انتجريشن. هي مش بتعمل ستابيليتي، لا هي مش بتعمل ستابيليتي، هي بتشوف كميه الاوسيو انتجريشن اللي حصلت
في حوالين السن او اللي حصلت حوالين الزرعه قد ايه، فتقول بقى الزرعه دي ناجحه ولا مش ناجحه، كويسه ولا مش كويسه. طيب لو لقينا لون براون بلاك حوالين الجينجيفا يبقى ده كده لون ايه، او لون جاي من ايه، او من الليد دكتور، من تسمم الرصاص، بيسموه تسمم الرصاص، او الناس اللي هم بيشتغلوا في مصانع او بيشتغلوا في حاجات بيتعرضوا فيها للمعادن دي. طيب الدراج اوف تشويس اوف اسما، احسن دراج للمسكن يعني، هو خلوه دايما كده قاعده كده معاك يا جماعه، امن مسكن في كل حاجه، في اي حاجه عموما، في اي مرض، في كبد، في كلى، في حمل، في رضاعه، في اي حاجه، هو الباراسيتامول اللي هو البنادول اللي هو الاسيتامينوفين، وامن مسكن امن مضاد حيوي هو الاموكسي سيلين. طب لو قال لي في بقى بيسال مين امن مضاد حيوي مع الازمه، البنزينو دايزبنز دكتور؟ لا، البنزينو دايزبن ده مقلل للتوتر، حاجه ملهاش دعوه بالمضادات الحيويه خالص. ازيثروميسين، اريثروميسين، اريثروميسين ممتاز. الاريثروميسين امن مضاد حيوي مع الازمه، امن مضاد حيوي مع الازمه هو الاريثروميسين. طيب ايه العضله اللي بتبقى رابطه باللاترال او بالنك بتاعت الكوندايل؟ اللاترال دكتور، اللاترال تيروجويد، اللاترال تيروجويد. وقلنا اللاترال تيروجويد دي وظيفتها ايه، او بتعمل ايه، او الوظيفه بتاعتها؟ هي الوحيده اللي تفتح المانديبلر دكتور. ايوه، وهي الوحيد قبضوا الاثنين مع بعض بتقدم الفك، بتعمل تقدم للفك، ولو واحده بس اشتغلت تحرك الفك للجهه المقابله، يعني لما الرايت بتشتغل تحرك المانديبل لاتجاه الليفت، ولما الليفت تشتغل تحرك المانديبل لاتجاه الرايت، لما الاثنين مع بعض ينقبضوا تدفع المانديبل للامام او تعمل بروتروجن. طب في تجربه كده اللي هم عملوها في بلد اسمها سريلانكا دي عشان يشوفوا البيريدونتايتس فيها، المفروض ان انتم بتحفظوا النسب بتاعتها دي، كانت 8% حصل لهم رابت او حصل لهم عنف في الاصابه، و11% ما حصل لهمش حاجه، و81% كانوا متوسطين في الاصابه. طب المترونيدازول بيشتغل ازاي، او طريقه شغله ازاي؟ المترونيدازول الاول بكتيريوستاتيك ولا بكتيريوسايدال، قاتل ولا بيوقف النمو؟ ستاتيك. ايه؟ ستاتيك. ستاتيك وقف النمو، وبيشتغل على الدين. ايوه، هو سايدل ولا ستاتيك؟ ستاتيك دكتور. لا، احنا قلنا الوحيد اللي ستاتيك التتراسايكل، كل الادويه عندنا، كل المضادات الحيويه عندنا قاتله بتموت، الوحيد اللي بيوقف النمو التتراسايكل، هو فقط اللي بيوقف النمو، بقيت كل المضادات البنسلين مترونيدازول اي حاجه تانية عندنا هي قاتله بتقتل البكتيريا، فهو بيقتل البكتيريا. هو لو حد وقف الدي ان ايه بتاع البكتيريا، البكتيريا هتعيش ولا هتموت؟ يعني لو وقف لها الدي ان ايه بتاعها هي هتعيش ازاي، او هتعرف تعيش ازاي؟ مش هتعيش، هتموت. بيقول لك بيشنت بروترود هيز يو وين دنتست بس هيز شين باك، يعني لما الدنتست بيدوس له على دقنه كده هو بيطلع الالم، او بيقول لك بيحس بالم لما بيجي يحاول يطلع فكه في الامام، فكده ايه العضله اللي مسؤوله عن الاحساس او اللي خليته يحس بالالم ده لما يجي يطلع فكه للامام؟ اللي هو اللاتربتيكويد، لان لسه قايلين اللي بيطلع وبيعمل او بيخليه يطلع للامام او بيخليه يتقدم للامام هو اللاترال تريبويد. دكتور السؤال اللي قبله يعني غلط؟ لا، دي حاجه المترونيدازول، المترونيدازول هي بتعمل انهبيشن، انا بسالكم بس عشان ممكن يجي السؤال بصيغه ثانيه يقول لك هي قاتل، هي ان هي بتوقف النمو او بتوقف الدي ان اي سينثيز تخليق البروتين، معناها بتموت، قاتله يعني، هي. وطيب التتراسايكلين بتعمل بكتيريوستاتيك، بتوقف تخليق البروتين، مش الدي ان اي، بتوقف تخليق البروتين سينثيسيس او تخليق البروتين، فهي كده بتوقف النمو مش بتموت البكتيريا، التتراسايكلين بكتيريوستاتيك مش بكتيريوسايدال.
تمام. طيب الماتيريال اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل فلاسك للدنشر، يعني نحوط الدنشر او نعمل فلاسكنج للدنشر، كان اسمها ايه؟ اسمها الانفستمنت ماتيريال. اللي احنا قلنا فيه انواع منهم، في انواع للجبس اللي هو كان الجبسم والفوسفيت والسيليكيت. طيب بيقول لك which is the following is considered risk of regarding rubber dam. يعني ايه الحاجة اللي تعتبر خطورة واحنا بنتكلم عن الرابر دام؟ ان انت لو انت ما عملتش حماية للكلام بالدنتال فلوس هيقع، مش هيمسك، هيقع، هيفك، هيقع. وممكن بقى لو انت مستخدم بتحط صوديوم هايبوكلورايد ولا بتعمل اي حاجة ممكن ينزل ويحرق المريض ويكوي المريض، يبقى انت ما استفدتش اي حاجة ولا عملت فايدة لاي حاجة. اللي بتعمل روك كيرز او بنعمل بيها بنحشي بيها التسوس بتاع الجدر الريزم موديفايد، الحاجات اللي بتيجي مع الاتش اي في اللي هي النون هوجك الليمفوما. ايه تاني بيجي مع الاتش اي في؟ الكبوسي ساركوما دكتور. ممتاز. ايه تاني؟ والهيري تانج دكتور. والهيري تانج ماشي تمام، والكانديديزيز والسودومبرينس كانديديزيز والانجلار كلايتس وكل الحاجات دي بتيجي عليها. طيب بيقول لك لو في حاجه راديو، حاجه راديو اوبيك، حاجه بيضاء تحت الجدر ومتحوطه بحاجه سوداء، يبقى كده دي اي دي الكوندنسنج اوستايتس دكتور. الكوندنسنج اوستايتس. طب ايه الفرق ان هو لما يقول لنا سمنتو بلاستوما ويقول لنا كوندنسنج اوستايتس؟ يعني الاثنين حاجتين بيضاء موجودين تحت الجدر، ايه الفرق ان انا اقول كوندنسنج اوستايتس وايه الفرق ان انا اقول سمنتو بلاستوما؟ لو لقيت الحاجه البيضاء متحوطة متحددة مفصولة عن اللي حواليها، في فصل كده، في حاجة فصلها عن اللي حواليها، يبقى دي كده سمنتو بلاستوما. لكن لو لقيت الحاجة البيضة كده هابهازارد أو عشوائية أو ملهاش ملامح أو ما فيهاش ملامح، يبقى دي كده الكوندنسنج أوستايتس، يبقى دي كده الكوندنسنج أوستايتس. بصيتوا على الكوندنسنج اوستايتس هتحسوا ان انتوا مش عارفين تجيبوا الملامح بتاعتها، او مش باين هي حاجه بيضه وخلاص، لكن مش باين ملمح ليها، او مش ما اعرفش اشوف ملامح ليها كويسه، او ما اعرفش افصلها عن اللي حواليها. لو احنا بقى شفنا السمنتو بلاستوما، لا دي حاجه متحدده ويل ديفايند ومعموله مفروقه عن اللي جنبيها يعني، او مفروقه عن اللي حواليها. يعني هنا السمنتو بلاستوما لا، في فصله وفي حاجه ريديولوسنت حواليها، في خط اسود حواليها فصلها عن الجذور او فصلها عن المكان اللي حواليها. لكن الكوندنسنج اوستايتس ما فيش الخط الاسود اللي فصلها عن الاريا اللي حواليها او الاماكن اللي حواليها دي. وده الفرق ما بين ان هي تيجي كوندنسنج اوستايتس وتيجي سمنتو بلاستوما. طيب الستيج والجريدز بتاعت البيريو اللي احنا قلنا عليها، الستيج بتتجاب بثلاث، الستيج بتيجي يا اما بالكال يا اما بالراديوجرافيك بين لوس. الجريدز بتيجي بثلاث حاجات، يا اما بالسكر التراكمي، يا اما بالتدخين، يا اما بالمعادله اللي احنا بنقسم البون لوس على عمر المريض. بقول لك لونج سيناريو ريموفال بارشال دينشر كينيدي كلاس 1 والكويشن about how to support or stabilize terminal abutment. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل سبورت او تعمل دعم؟ سبورت
او استبلايز يعني تستقر او تخليه يعمل استبلايزيشن. اللي هو الاي بار دكتور اللي يكون بروكسيمال بليت استبلايزيشن يعني ايه؟ يعني مش هيطلع قدامه ورا او يروح يمين وشمال، فاللي مش هيخليه يعمل كده اللي هو البروكسيمال بليت او الحاجه البروكسيمال اللي موجوده على السطح البروكسيمال اللي هي البروكسيمال بليت او الجايدنج بلينز او البروكسيمال بليت. طيب لو مريض كوبريتيف وعايز ريستوريشن، عايز يعمل ريستوريشن لو عيل طفل صغير ومتعاون وعايز يعمل حشوه، نعمل له ايه او نحط له ايه؟ كومبوزيت. كومبوزيت طيب اكتر نوع بونتك بيبقى اريتانت، بيعمل حساسيه او بيعمل تحسس او بيبقى اريتيشن، بيعمل اريتيشن اللي هو السيراميك دكتور. السيراميك. طب اقل واحد بقى، اقل حاجه خالص في الحساسيه الجولد. الجولد. طب في حاجه اعلى من السيراميك مين هي في الحساسيه؟ الزيركون دكتور. الاكريل. الاكريل فيري اريتن، يعني اريتن شديد جدا او اريتن عنيف جدا او اريتن قوي جدا. طيب ايه هو الاكتيف فيلير؟ ايه هو الاكتيف فيلير او ايه هو الاكتيف فيلير؟ ان احنا قلنا نحط الابر او على حاجات الشرب في الصندوق بتاع النفايات العاديه او الصندوق اللي هو مش هيروح المحرقه، ويجي بتاع النظافه مش كويس او مش فاهم او لسه جديد او مش عارف، فيجي ويقوم يتشك بالابره او يتخرم بالابره دي، فكده اسمه الاكتيف فيلير. طيب الايم اوف انفكشن كنترول ليه بنعمل انفكشن كنترول او ليه بنعمل انفكشن كنترول؟ عشان نمنع انتقال العدوى او نمنع الانتقال بتاع العدوى. طيب هنا كده ده بابيلا بريزرفيشن ولا دبل بابيلا؟ دبل بابيلا دكتور. يعني ده كده احنا قسمنا البابيلا ولا خدناها قطعه واحده؟ خدناها قطعة واحدة دكتور. لا اللي بيتاخد قطعة واحدة أو بيشيل قطعة واحدة، هي هنا كده البابيلا مقسومة، ده كده جزء بكل هو اللي اتقسم أو هو اللي اتقطع عن الجزء أو اتفصل عن الجزء اللينجوال، ما تشالش قطعة واحدة أو ما تشالش حتة واحدة، فدي دبل بابيلا فلاب. طب الكومبليكيشن اللي بتحصل مع الكيموثيرابي، الحاجات اللي بتحصل مع الكيموثيرابي اللي هي الميوكوسايتس اللي هو الالتهاب الأنسجة بتاعت الفم. طب كنا بنعالجها بايه او بنعمل لها علاج بايه؟ درينج دكتور. البريلو كاربين. البريلو كاربين اللي هو الدواء اللي بيعمل او بيعالج سيوله الفم او بيعالج الجفاف بتاع الفم. ايه الانسترومنت ان البليد القطع بتاعها والهاندل هيكونوا بارل لبعض او موازين لبعض او فيهم موازاه لبعض؟ الهاتشت دكتور. الهاتشت. الهاتشت ده كان وظيفته ايه او بيعمل ايه او بيشيل ايه؟ اللارج كالكولس دكتور. لا الهاتشت اللي كان بيشيل في الاوبريتيف كان بيشيل الاندر مايند انامل في البكل واللينجوال وول، اللي كان بيشيل الاندر مايند انامل في البكل واللينجوال وول. طيب الكروزون سيندروم ده ايه المميز فيه او ايه الحاجه المميزه فيه؟ البروز حقه الاي دكتور. لا ان هم بيبعدوا عن بعض، الناس اللي هم عليهم بيقولوا عليها حاجه اسمها هايبر توليريزم، عينيهم بتبعد عن بعض او العين بتاعهم بتبعد عن بعض اللي هو كروزون، وده برضو بيحبوه بيجي كتير في الامتحان. بيقولوا عليهم الهايبر توليريزم او العين بتاعتهم بتبقى بعيده كده عن بعض، اللي هو النيزل بريدج ده بيبعد وبيبقوا بعيد عن بعض او بتلاقيهم عينيهم كده بعيد عن بعض وبتبعد عن بعض، ومشهور جدا سموها الهايبر توليريزم او بيقولوا ان العين بتاعتهم بعيد عن بعض.
طيب لو انت حطيت جروفز في الكاست عشان تحافظ على المكان بتاع الكاست وتقدر ترجعه للمكان بتاعه بعد كده بصوره سليمه، دي اسمها ايه؟ دي اسمها تراي بودنج، دي اسمها التراي بودنج. طيب بيقول لك which material used for with functional impression of complete denture، ايه الماتيريال اللي بنستخدمها في الفانكشنال امبريشن؟ الكومباوند دكتور. ايه الماسلز اللي نقدر نمسكها من بره او نمسكها من الخارج او نمسكها من بره؟ المسيتر. المسيتر. اكتر نوع من الدنتال تروما بيحصل الكومبليكيتد ولا الانكومبليكيتد، اللي هو بيبقى واصل للعصب ولا الغير واصل للعصب، انهي اللي بيحصل اكتر؟ الانكومبليكيتد دكتور. الانكومبليكيتد هو الاكتر، اللي هو ما بيوصلش العصب او ما بيعملش وصل العصب. طيب الميجر كونكتور في المكزيلري بنسيب ما بينه وما بين الجينجيفال مارجن قد ايه؟ 3 مللي دكتور. في الابر ممكن في اللور 2 ل 4 لكن الابر 6 مللي، في الابر 6 في اللور 4 في الابر 6 في اللور 4 في الابر 6. طيب الديس انفكتنت اوف امالجم، لو انا سنه فيها امالجم وهوديها لطالب يتضرب عليها بعمل لها تعقيم بايه؟ فورمالين دكتور 10%. قد ايه؟ كم يوم؟ لأسبوع دكتور 7 أيام. 14 يوم. 14 يوم بنعقمها لمدة 14 يوم، بتتعقم لمدة 14 يوم أو أسبوعين. طيب إيه السيمتومز اللي هي بتقول إن في incomplete removal of pulp in primary tooth؟ يعني إيه الحاجة اللي بتقول إن إحنا ما شلناش العصب بصورة كويسة أو ما شلناش العصب بصورة صحيحة؟ pain. الألم، إن هو يبقى فيه ألم. طيب بيقول لك which one of indication of high risk of antiperiodontal disease، إيه الحاجة اللي ممكن تؤدي لأن الكيريز يزيد والبريدونتال كمان يزيد؟ الاكستراكشن اوف دكتور، اذا شلنا الحاجه في الحاجه الريسك فاكتور اللي ممكن يزود فرصه الاصابه بالتسوس وفرصه الاصابه بالبريدونتال. استروجين، السنه تبقى خارجه من مكانها، السنه تبقى طالعه من مكانها وخارجه من مكانها وطويله عن الطول بتاعها، ده هيؤدي فرصتها في الاصابه بالتسوس كتيره وفرصتها في الاصابه بالبريدونتال كتيرة برضو. الاوستيو ديستروفي، الاوستيو ديستروفي اللي هي المشاكل اللي بتطلع في العظم بتحصل اكتر مع المشاكل اللي في الكلى، المشاكل اللي في الكبد، المشاكل اللي في القلب. الكلى دكتور. في الكلى، في الرينا. البانشد اوت، البانشد اوت دي برضو بتيجي كتير جدا. البانشد اوت دي ان يجي لك تشوف كده الجمجمه وتشوف العظم اكن في ريديولوسنس عامله زي راس الدبوس كده، شبه راس الدبوس. دي بتيجي كتير جدا في الاسئله. دي بتيجي مع ايه او بتيجي بتتكرر اكتر مع ايه؟ المايلوما دكتور. اللي هو المالتيبل مايلوما. ايه هي بقى المالتيبل مايلوما؟ إيه, ايه ايه عباره عن ايه او عباره عن ايه او هي عباره عن ايه؟ سرطان في البلازما سيلز، سرطان في البلازما سيلز او كانسر او سرطان في البلازما سيلز. البانشد اوت هي الكتل اللي هي الديولوسنس اللي موجوده في اي عظم موجود، ودي سرطان زي ما قلنا كده في البلازما سيلز او خلايا البلازما. طب الجورلين جولتس ده كان قلنا ليه حاجه مميزه، ايه هي؟ الجورلين جولتس ده قلنا ليه حاجه مميزه، ايه هي؟ المالتيبل اودونتوجينيك كراتوسيست زائد
البيفيد ريبس زائد بيحصل له دايابيتس او بيبقى عنده السكر، المالتيبل اودونتوجينيك كراتوسيست زائد البيفيد ريبس زائد بيحصل له دايابيتس او بيجي عنده دايابيتس. الناس اللي بيبقى عندهم بريدونتال ديزيز زائد بالمر برانتر هايبر كيراتوزيس جلد ايديهم بيتخن، دول مين؟ دول البابيلين ليفر سيندروم. الروماتويد ارثرايتس بوزيشن فور مالتي ريستوراتيف تريتمنت، او الناس عندهم روماتويد ارثرايتس يعني عندهم التهابات في المفاصل او حمى روماتيزميه، ما هي المفروض البوزيشن اللي بيبقوا حاطينه؟ احنا المفروض بنبقى حاطين البوزيشن اللي مريحهم، يعني المفروض قاعدين في وضع راحه او قاعدين في وضع مرتاح فيه. الاوتو انتي بودي اللي هي الاجسام المضاده بنشوفها في ايه؟ في اي مرض اوتو اميون زي اللوبس زي اللايكن، اي امراض من اللي هي الاوتو اميون او الامراض المناعيه. طيب لو في بلب اكسبوجر المانجمنت بتاعته بتكون ايه او بتعمل ايه؟ لو بلب اكسبوجر قلنا لو في الخمس شروط اللي احنا قلنا عليهم يبقى هنعمل دايركت بلب كابنج، لو فقد اي شرط من الخمس شروط اللي قلنا عليهم يبقى هنعمل ساعتها هنعمل روت كانال تريتمنت. الديفينيشن الكونكشن ان السنه تبقى فيها الم مع الطرق عليها لكن ما فيهاش اي حركه، السبلكسيشن ان هي بقى فيها سم موبيليتي لكن ما اتحركتش لبره او جوه، ديس انفكشن ان احنا بنقتل كل حاجه ما عدا البكتيريال سبورز، الفرينم اتاتشمنت اللي هو اللاين اللي بيبقى ماسك او بيبقى رابط الشفه او بيربط ما بين الشفه وما بين الجنجر. قلنا في اربع حاجات بتثبت اربع اسابيع وفي ثلاث حاجات بتثبت اسبوعين. الابلاينز الابلاينز في كلاس 3 لو عندي كلاس 3 نتيجه ان المانديبل هو اللي زياده بركب له ايه او بعمل له ابلاينز ايه؟ ايه هو اسمه ايه؟ اللي تشين كاب. طب لو عندي في كلاس 2 نتيجه ان المجزلة كبيره بركب لها ايه او بعمل لها ايه؟ هجير. هجير. طب لو عندي كلاس 3 نتيجه ان المجزلة صغيره بركب لها ايه؟ فرانكل. ايه؟ الفرانكل دكتور. لا الريفرس هيد جير او الفيس ماسك او فرانكل. ماشي الريفرس هيد جير او الفيس ماسك او الفرانكل. طب لو عندي كلاس 2 نتيجة إن المانديبل صغير بركب له إيه؟ كواد هيليكس. الهربست. لا كواد هيليكس ده بتاع القبر، بركب له الهربست، بعمل له الهربست. لو في مريض عنده جينجيفايتس المفروض نعمل له إيه؟ نديله له أورال هايجين ميجر. طب لو في تريتمنت في الجينجيفايتس نيرست ساين بيشنت بروجريشن ديزيز ديبنينج الجينجيفايتس بنحددها بالبوكت ولا بالاتاتشمنت لوس؟ البوكت دكتور. البوكت بنحددها بالبوكت. اللي بتتحدد بالاتاتشمنت لوس هي البيريدونتايتس، اللي بتتحدد بالاتاتشمنت لوس هي البيريدونتايتس. البيل والجريجري كلاسيفيكيشن دي اللي هي بتاعت الامباكشن دي مهمه جدا. الويلكز اللي احنا قلنا عليها، الويلكز دي اللي هي بتاعت اللي هي التصنيفات اللي هي كان بيبقى فيه الم ولا فيه الم اكيوت ولا فيه الم كرونيك ولا اخر واحده اللي هي الليت ان بيحصل بيرفوريشن للديسك والديسك بيتخرب. التوث بريستل التوث اللي هي التوث براش بتنزل قد ايه تحت مستوى اللثه او بتخترق قد ايه تحت مستوى اللثه؟ بتخترق نص ملي. الانجل الزاويه اللي بتبقى عاملاها بتبقى الزاويه 45، الزاويه اللي بتبقى عاملاها الزاويه اللي بتبقى عاملاها بتبقى زاويه 45. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده، في حد عنده اي اسئله يا جماعه؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يخليك، اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.